بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على لسانتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ناقص واحد. حلقة اليوم إن شاء الله هتكون تكملة للحلقة الماضية، وهي التخسيس التائه. قد بدأنا سويا في الأسبوع الماضي في البحث عن هذا التخسيس التائه ولم نكمل بعد. النهاردة إن شاء الله يكون الجزء الثاني من التخسيس التائه. زي ما تعودنا مع بعض في نهاية الحلقة إن شاء الله يكون معنا بعض من الوصفات العشبية لبعض الأعراض اللي حضراتكم بتذكروها وبترسلوها إلينا في رسالتكم وأيضا في اتصالات الحلقة الماضية. هيكون معانا إن شاء الله خشونة الركبة، جرثومة المعدة، أيضا الإسمرار حول الفم، النقرس، آلام الدورة الشهرية، البهاق، التيفويد، أيضا هبوط أو نقص إفراز الغدة الدرقية. أتمنى أن الوقت يسعنا إن شاء الله ونقدر مع بعض أن احنا نقول هذه الوصفات. دايما الوقت بيسرقني مع حضراتكم، الحديث مع حضراتكم لا ينتهي وله متعة خاصة وله مذاق خاص دائما، وعشان كده دايما بيسرقنا الوقت. طبعا رسائل حضراتكم دايما لها الاهتمام الأكبر وليها المجال الأول في البرنامج، ودايما بنحب أن احنا نبدأ بيها علشان أبدا ما ننساش رسائل حضراتكم واستفساراتكم طوال الأسبوع وأيضا في الحلقة الماضية. اسمحوا لي أن أنا أبدأ بالرسالة الأولى، وهي: أرجو أن تجيبني على سؤالي ولا تتجاهلني كما المرة الماضية. وده ما حصلش أبدا، أنا أول مرة أشوف الرسالة وأول مرة توصلني. والدتي تريد وصفة لتنشيط وتقوية الذاكرة تساعدها على تقوية القراءة وتنشيط خلايا المخ، علما أن لديها ضغط شرياني وتأخذ أدوية لذلك. أختي الفاضلة، ذكرنا من قبل، أو أخي الفاضل مش عارف هي أختي أو أخي، ذكرنا من قبل الوصفة لتقوية الذاكرة، وقلنا إن إحنا بنجيب معلقة من نبات الجينيكا أو الجينيكو، يسمى نبات الجينيكا أو الجينيكو، ومعلقة أيضا من اللبان الحصى أو اللي إحنا بنسميه اللبان الذكر المطحون، هتنقع في كوب من الماء المغلي من الليل إلى الصباح، تتناول صباحا بعد الإفطار لمدة 40 يوم، بتقوي الذاكرة وبتجيب نتيجة طيبة جدا. أتمنى أن حضرتكم متابعنا، وإحنا ما بنهملش حد وما بننساش رسائل حد، فيعني أتمنى أن اللهجة تبقى أخف علينا شوية. الرسالة التالية: ابنتي يعني كذا سنة مش واضحة وتنسى كثيرا حتى اسمي، وشعرها قصير خفيف ويسقط كثير جدا، صورة طبق الأصل لضعف التغذية ولسوء التغذية. طفلة أو طفل في هذا العمر مش ممكن أبداً يبقى عنده الأعراض دي إلا إذا كان في ضعف في التغذية أو سوء للتغذية، وبالتالي هيكون في أنيميا، وبالتالي هيكون في النسيان والشعر الخفيف وتساقط الشعر بهذه الصورة. يعني الرسالة بصراحة خلتني أبص إن إحنا نعمل حلقة خاصة عن أغذية الأطفال أو تغذية الطفل من الناحية الطبية السليمة. يعني أنا ماليش دعوة بتخصص الأطفال، ولكن هتكلم في المجال بتاعي من الناحية التغذوية أو الغذائية للطفل، فأتمنى من حضرتك الاهتمام بتغذية الطفل والتغذية السليمة والتغذية الصحيحة، كل المفردات الوجبة السليمة من البروتين، الكربوهيدرات اللي هي النشويات، وأيضا الدهون لازم الطفل ياخدها، والفيتامينز الفريش أو الطازجة في صورة طبق السلطة أو الفاكهة مهم جدا. الرسالة الثانية: أسأل عن علاج كسل الغدة الدرقية بالأعشاب وما يفضل تناوله من طعام. النهاردة إن شاء الله يكون معنا وصفة كسل الغدة الدرقية في نهاية الحلقة. أرجو من صاحب الرسالة المتابعة إلى نهاية البرنامج. أريد شيء لتطويل الرموش ولإزالة الانتفاخ فوق العين، فرحي قريب. أسأل الله العظيم أن يتم عليك بخير. تطويل الرموش قلنا حضراتكم من قبل زيت اللوز الحلو وأيضا زيت الخروع، الحاجتين دول بيطيلوا الرموش. بنمسكها نعملها بالمسكرة عادي خالص يوميا مساء لمدة ساعتين، وبعد كده بيشطف الوجه عادي. إزالة الانتفاخ فوق العين من الأشياء الطيبة جدا في هذا المنوال هو الكمادات الساخنة ثم الكمادات الباردة لمدة 10 دقائق، تليها أيضا 10 دقائق أخرى من الكمادات الباردة. الرسالة التالية: أنا مدام عندي 26، دائما وزني في زيادة سريعة
وزني 145 طبعا كتير جدا، طولي 167 يعني عايزين ننزل على الأقل تقريبا 80 كيلو طبعا كتير قوي. ولدت 2 قيصري، ضغط مرتفع، هيموجلوبين 10.4 يعني الهيموجلوبين قليل. أم حمزة من الشرقية، يعني رسالة حضرتك يا أم حمزة بيتضمنها حلقة الرجيم المثالي باختصار. أتمنى من حضرتك ندخل على النت هنجد هذه الحلقة، نطبق النظام الغذائي بسيط جدا، في من حضراتكم نزل عليه بفضل الله عز وجل 40 كيلو، فأتمنى أن حضرتك تطبقي الكلام الموجود، الوصايا اللي موجودة، أيضا الأعشاب اللي احنا ذكرناها في هذه الحلقة. أريد وصفة لإزالة أثار التمدد في الساقين والصدر، بالعلم أن أنا آنسة. قريبا إن شاء الله هيكون معانا هذه الوصفة، لأن كتير قوي من حضراتكم طلبتوها، هي توصل التمدد اللي هي بتسميها الستريتش ماركتس أو الخطوط اللي بتظهر نتيجة زيادة الوزن أو نتيجة التخسيس أو نتيجة الحمل المتكرر. قريبا إن شاء الله هتكون معانا الوصفة ديت. الرسالة التالية، بدي وصفة من مواد طبيعية لصبغ الشعر الأبيض، يعني قلناها قبل كده 4 مرات، وآخر مرة يعني رجوت من حضراتكم عدم طلبها مرة تانية لأنها مطلوبها كتير قوي. حاضر، هنقولها قريب إن شاء الله. أنا آنسة، محتاجة حاجة لمنطقة بين الفخذين لون بني غامق من آثار الدورة الشهرية. قلنا المناطق الحساسة سوادها أو إغماقها إغماءها أو السمار اللي موجود فيها، 2 معلقة من الردة الخشنة، 2 معلقة من الترمس المطحون، هتخلط جيدا سويا مع 2 معلقة من عسل النحل. هيبقى عندي حاجة زي الصنفرة الطبيعية هتدلك هذه المناطق، وهي مبللة ببطء شديد مش جامد طبعا عشان ما نعورش المكان، وتترك بعد ذلك نصف ساعة، ثم ناخد الحمام بتاعنا، وبعد كده مع زيت الخروع نبتدي ان احنا ندهن هذه المناطق بعد الحمام. مع الاستمرارية هنجد نتيجة طيبة بمشيئة الرحمن. اريد وصفة لزيادة وثقة لبن الام ضروري. طبعا قلنا من الاشياء الطيبة جدا طبيا من الدراسات اللي اتعملت هي نبات الحلبة، من الأشياء اللي بتدر اللبن بصورة طيبة جدا، وفعلا بتخلي لبن الأم من النوع الثقيل والكثير. أيضا من التجارب الشخصية بقى لكثير من حضراتكم، سبحان الله، البطيخ من الأشياء أيضا اللي بتزيد اللبن وتكثر اللبن. أيضا من الأشياء من تجارب حضراتكم الزبادي مع عسل النحل، وجبة صباحا من الأشياء اللي بتزيد اللبن بكثرة في ثدي الأم. بنوصي بكثرة السوائل على قدر الإمكان، نشرب سوائل كتير لأن ده من الأشياء الطيبة جدا لزيادة اللبن وإضرار اللبن. أريد علاج للنقرس، أعتقد إحنا قلناها الحلقة الماضية مرتين. أريد وصفة لكثافة وتساقط الشعر، أيضا قلناها الحلقة الماضية مرتين. أريد علاج للدوالي وهو بارز جدا، اتفقنا سويا أن الدوالي بتبقى درجات، لو درجة أولى هقول وصفة وهتجيب نتيجة، درجة تانية وتالتة مش هتجيب نتيجة معانا، فما فيش داعي إن إحنا نقول شيء مش هيجيب نتيجة معايا، وأيضا هنقول أو كتير هيقولوا إيه الوهم ده وإيه، لا إحنا ما بنقولش حاجة إلا إذا كانت فعلا بفضل الله عز وجل مثبتة علميا وبتجيب نتيجة طيبة. الدوالي البارزة جدا لها الحل الجراحي، ده لا مفر منه، إذا كانت لهذه الدرجة اللي حضرتك بتوصفيها لازم إن إحنا نخلي جراح يشوفها ويبص عليها. يا أختي يخرج ماء من فمها وهي نائمة، لازم نعرف سنها كام، لازم نعمل تحليل براز علشان نتأكد أن ما فيش طفيليات في البطن، لازم نبص على الأسنان ونشوف صحتها أخبارها إيه، هل في أسنان فيها تسوس أو فيها التهابات، كل هذه الأشياء أسباب من اللي بتخلي أن الماء يخرج من الفم أثناء النوم. بنتي عندها 8 سنوات اكتشفت خمول الغدة الدرقية من سنة، وزاد بقى وزنها زاد بقى 41 كيلو. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض خمول الغدة الدرقية. المشروبات الساخنة على الريق صح أم لا؟ ما فيش مشكلة فيها أبدا، ما تبقاش سخنة زيادة عن اللزوم، وعلى فكرة دي من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم عدم أكل الطعام الساخن جدا، وطبيا طبعا من الأشياء الضارة هي تبقى ساخنة جدا، ولكن لو ساخنة بطريقة عادية ما فيش أي مشكلة معانا خالص. أريد وصفة لحساسية الصدر، مع العلم أن أنا آنسة. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض وصفة لحساسية الصدر، أتمنى أن الوقت يسعنا، احنا قلناها طبعا من قبل، ولكن يعني بناء على طلبات حضراتكم بنعيد الوصفات باستمرار. دي كانت رسائل حضراتكم، يعني أتمنى ما نكونش نسينا حد. قبل ما أبدأ مع حضراتكم فعاليات حلقة اليوم، لي كلمة أخيرة مع حضراتكم، واسمحوا لي أن احنا نقعد كده مع بعض وتسمعوا مني الكلمة ديت، لأن أنا فعلا يعني أعتقد أن أنا زهقت، فعلا أنا زهقت. طبعا مش من حضراتكم لا قدر الله، مش من البرنامج ولا من القناة لا سمح الله،
زهقت من كثرة النصب الطبي اللي الواحد خلاص ابتدى يشمئز منه. وصلنا لدرجة صعبة جدا، يعني مش عارف، يعني فعلا كلمة زهقت دي قليلة، ولكن لازم زي ما حضراتكم بتكلموني دايما باستمرار في التليفونات وبتطلبوا مني حاجات، استأذنكم أفضفض معاكم شوية. وصل النصب الطبي لدرجة أن قناة دينية، من المفترض أن هي دينية ومن المفترض أن صاحبها شيخ محترم، من المفترض بيخرج عليها عطار وهم بيكتبوا فلان الفلاني العطار، أبو رخا العطار، يذهب إليه الناس بالعنوان والتليفون الموجود على القناة، يوصف ليهم أشياء. آخر مريض كان عندي كان راح له علشان علاج للسكر، اداله برطمان ب 175 جنيه لعلاج السكر. السيدة ارتفع سكرها فبتقول له، قال لها ماليش دعوة، هو ده اللي عندي، روحي لأي دكتور. الأغرب من كده، وده بجد بقى اللي وجعني، إن فعلا اكتشفت وتأكدت إن القناة ليها 25% من دخل هذا الرجل. أنا مش هقدر أقول عليه نصاب على فكرة، لأن هو عطار، ولكن القناة هي التي يجب أن تلام. 25% من دخل هذا العطار من الوصفات ومن الأعشاب بيدخل للقناة. يعني إن كانت صحتكم بقت رخيصة للدرجة دي، فحضراتكم لكم الحكم. إن كنتم ارتضيتم إن إحنا نبقى سلعة بهذا الرخص، لحضراتكم الحكم. أنا مش هتكلم أكتر من كده، ولكن ما ألمني فعلا إن هي زي ما بقول لحضراتكم من المفترض أن هي قناة دينية. طبعا ده بصرف النظر عن الصور الأخرى الكثيرة التي تحدثنا عنها من قبل، هذه واحدة. أما الثانية فهي الطامة الكبرى. أعتقد أن حضراتكم شفتم الأيام الأخيرة في إعلان ممثلة أو فنانة زي ما بيسموها، كانت تخينة جدا جدا جدا، وفجأة خست وظهرت للناس، تقريبا نزلت حوالي 80 كيلو من وزنها. الأغرب من هذا، وفعلا يعني زي ما بيقولوا مصيبة تضحك، إن هي خرجت في إعلان بتقول إن سبب الخسية اللي هي فيها 80 كيلو في فترة وجيزة جدا، إن هي أخذت كبسول وأخذت أعشاب باسم معين، وهذا الكبسول وهذه الأعشاب هي التي أوصلتها إلى هذه الدرجة من فقد الوزن وإلى هذه الدرجة من الرشاقة. الأوراق موجودة وبأسماء المستشفيات وبأسماء الأطباء بالعملية اللي هي عملتها، تحويل مسار معدة، 13 عملية تجميل أجرتها هذه الممثلة أو هذه الفنانة حتى تزيل الجلد المترهل من جميع أنحاء جسمها، موجود كل هذا بالوثائق وبالأوراق، واللي يحب يطلع عليها أهلا وسهلا. الأعجب من كده زي ما بقول لحضراتكم إن هي واخدة 4 مليون جنيه في هذا الإعلان. هنقول ده بتقول ممثلة وفنانة وكأنها بتمثل، لا ده مش بتمثل، دي بتقول إن ده اللي حصل معاها. الأغرب من هذا، وفعلا بقى اللي يثير الضحك المأساوي زي ما بيقولوا، إن هذه الكبسولات وهذه الأعشاب، شوفوا بقى النصبة الكبيرة، أخذوا اسم كبسول فيتامين معين، مرخص هذا الكبسول في وزارة الصحة كأنه فيتامين، أخذوا هذا الترخيص وعملوا به الأعشاب والكبسول، ويقولوا إن هو مرخص في وزارة الصحة. واللي يحب بقى يضحك أكتر يشوف هذا الترخيص بتاريخ كام. هذا الترخيص رقمه 3592 3592 لسنة كام؟ 2004. ترخيص لسنة 2004 لسه اكتشفته هذه الفنانة اللي نصبت علينا جميعا ونصبت على كل المشاهدين ب 4 مليون جنيه، وبتقول ان هي اخذت هذه الاعشاب وهذا الكبسول وابتدى وزنها يفقد لهذه الدرجة. اعتقد ان انا ليا حق ان انا ازهق، ولا ايه رأي حضراتكم؟ اولا هذه الكلمة، ويعلم الله سري قبل علني، اقسم بالله انها ليست لمصلحة شخصية، ليس لي منتج في السوق للتخسيس، عيادتي ولله الحمد والمنة محجوزة 3 شهور قدام، الرزق بيد الله عز وجل،
بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق كيفما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم. لا هيقلل من رزقي في حاجة، ولا محتاج، أنا آسف في الكلمة، عيادتي في حاجة، ولا لي منتج زي ما بقول، ولكن هذه الكلمة كلمة حق لحضراتكم. وكما قالوا رحم الله كلمة الحق لم تبقي لي صديق. ولكن إن كانت كلمة الحق هتذهب بهؤلاء الأصدقاء خير وبركة. دي كلمة حق لحضراتكم ولوجه الله عز وجل. نشغل عقلنا شوية. منتج من 2004 لسه عارفينه دلوقتي، قناة بتذيع العطارين والعشابين على إن هم أطباء وبيعالجوا، أعتقد إن ده لا يرضي الله ولا يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبله عقل. يجب أن نعمل عقلنا شوية، لازم نفكر شوية. صحتكم غالية، أسأل الله العظيم أن يديمها عليكم للمرة الثالثة. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. أستأذن حضراتكم في فاصل قصير ثم نعود سوية لفعاليات الحلقة بمشيئة الله. والفرحة جائزة كبرى، سنعود بإذن الله. والنصر ما أبهى شرع يحفظنا، يدعو للة كبرى، عدنا بفضل الله. والنصر ما أبهى شرع يحفظنا، يدعو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في ناقص واحد. قبل ما أبدأ كلامي في حلقة النهاردة، المصور الجميل محمد بيسألني يعني إيه تحويل مسار معدة. تحويل مسار معدة يعني إلغاء المعدة تماما. فتعجب جدا، يعني قال إيه ده، هلغي المعدة خالص؟ بالضبط كده محمد، هتلغي المعدة تماما. سألني سؤال تاني أجمل، قال هي الممثلة دي لغت المعدة وعملت تحويل مسار معدة علشان 4 مليون جنيه؟ يعني هو متعجب ان انسان هيلغي المعدة عشان 4 مليون جنيه. فقلت له لا، هي لغتها علشان تخس، لكن 4 مليون جم في الطريق اهلا وسهلا بنصبة صغيرة كده مفيش مشاكل. فبيقول لي طيب حضرتك يا دكتور، هتفضل طول عمرها من غير اكل؟ قلت له ما هي هتفقد نعمة من نعم الله عز وجل. سأل سؤال اجمل ثالث، دي في الدردشة اللي كانت في الاستراحة اللي حضراتكم شفتوها. فبيقول لي هي ما كانش ممكن تخس على مدار سنة ال 80 كيلو دول؟ سؤال جميل جدا وسؤال طبي رائع. لا، ممكن تخس على مدار سنة أو سنة ونص ال 80 كيلو دول بدون ما تفقد عضو مهم جدا من أعضاء الجسم، بدون ما تتعرض لجراحة قد تكون مميتة، وبدون ما تتعرض زي ما بنقول ل 13 عملية تجميل. دي الأسئلة غالبا اللي بتدور دايما في أذهان حضراتكم، يعني صورها لي المصور الجميل محمد بطريقة بسيطة جدا، فحبيت أن أنا أقولها لحضراتكم علشان بس نعرف التساؤلات اللي ممكن تيجي في أذهاننا. الكلام اللي أنا قلته قبل الفاصل على مسؤوليات الشخصية كاملة أسامة حجازي، ليس للقناة أي صلة بهذا الكلام. من يريد أن يقاضي أسامة حجازي فليقاضي أهلا وسهلا، مفيش أي مشكلة معايا خالص. كل الكلام اللي أنا قلته موجود، وزي ما قلت لحضراتكم بأوراق رسمية. لا أتبلى على أحد ولا أتجرأ على أحد ولا أتجنى على أحد، ده كلام موجود وحضراتكم بتشوفوا الكلام اللي أنا بقوله على الشاشات وموجود وبعيد للمرة التانية، ده على مسؤوليتي الشخصية ولي الفخر بذلك. خلونا نبدأ مع بعض فعاليات حلقة النهاردة، وهو التخسيس التائه الجزء الثاني. يعني إيه التخسيس التائه؟ علشان اللي بيشوفنا وما شافش الحلقة الماضية، إحنا قلنا إن هذا التخسيس تائه ما بين اثنين، المريض والطبيب. واتفقنا مع بعض ان احنا هنبتدي نتكلم عن تخسيس التائه عند المريض اولا، لان دي فعلا مهم قوي، ازاي نعرف ان التخسيس تائه عند حضراتكم، ثم سنكمل سويا ان كان في العمر بقية كيف يكون التخسيس تائه ما بين الاطباء. تحدثنا ايضا في الحلقة السابقة عن أول خطوة في هذا التخسيس التائه، وهي الإحساس بالسمنة، ووصفنا إزاي إن هذا الإحساس بيتوه وفجأة نلاقي نفسنا فعلا في زيادة 20 و30 و50 كيلو فجأة، ده في اعتقاد أو في ذهن صاحب هذه الزيادة، ولكن هي مش فجأة أبدا، ده جات تدريجي ولكنها كانت تائهة عن نظره وعن عقله. هنتكلم النهاردة عن قرار البدء في العلاج، وكيف يكون هذا البند تائها ويسبب التخسيس التائه. اسمحوا لي اخذ اول اتصال معايا. السلام عليكم. ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك يا أختي، اتفضلي. جزاكم الله عنا خيرا، ربنا يرضى عنك ويرضيك يا رب العالمين. اللهم آمين. اتفضلي. الله يسعد قلبك. عايزة بس أنا أختك في الله وداخلة على زواج، بس شعري من يوم عقدي بقى لي 10 شهور شعري بينزل بشكل هستيري. رحت كشفت عند طبيبة وادتني بعض الأدوية وادتني حاجات زي فيتامينات وحاجات من دي، مكمل غذائي. بعدين مش عامله اي نتيجه خالص. استخدمت الحنه بتاعتنا الطبيعيه، عجنتها وعملت شعر بيها مع البخاخ اللي الدكتوره اعطته لي، مع كل حاجه. يعني كل الحاجات دي ما تحسن قدر الامكان. لم يتحسن تساقط الشعر بكل الحاجات دي خالص، بالعكس. يعني انا حاسه ان هو بيزيد، حتى النهارده على المخده كده بعد ما قمت من لقيت شعر واقع على المخده، شكله يتعب. انا اتعب اعصابي اساسا. طيب. كل شهر أجل في الزواج، غير ان انا عندي دهون في البطن مستحيه جدا جدا من زوجي، كل شويه باخر من شده. انا شعري مخصوصا منه كان شهر الاول ما شاء الله، دلوقتي بقى خفيف جدا. الله يرضى عنك. حاولت اتصل بحضرتك عشان اخد رقم العياده او كده، بس ما عرفتش اوصل لحضرتك خالص. الله يجزيك عنا خيرا يا رب. طب ام عبد الرحمن، حضرتك سمعتي الحلقه الماضيه؟ لا والله كنت مسافره. طب في امكانيه ان انت تشوفيها على النت؟ والله المشكلة ان انا بس النت عندي ما فيش نت يعني. طيب هرد على حضرتك يا ام عبد الرحمن، حاضر. الله يسعد قلبك. جزاك الله خيرا على اتصالك. استاذ انور من اسيوط، السلام عليكم. استاذ انور، السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بيك، اتفضل. تحياتي لحضرتك ولاسرة البرنامج واسرة صلاة الرحمة وعلى رسوم فضيلة الشيخ محمد حسان. جزاك الله خير. شكر الله مجهودك الكبير والوفير، وشكرا لحضرتك. اتفضل استاذ انور. حضرتك انا يعني كاخصائي تغذيه حضرتك تمام. يعني انا شايف حضرتك، انا كاخصائي تغذيه انا شايف ان حضرتك ان في فرق كبير بين اخصائي التغذيه كدارس في كليات الساينس العلوم، وفرق بين اخصائي العلاج بخريج كليه الطب. في فرق بين الدكتور وفي فرق بين اخصائي التغذيه. انا كاخصائي تغذيه حضرتك انا ممكن اتكلم عن البلانت النباتات كمورفولوجي وفسيولوجي، لكن ما اقدرش اتكلم مع مريض عنده كبد او عنده مراره او عنده اي حاله مرضيه كدكتور. فانا كل اللي شايفه حضرتك على بعض القنوات الفضائيه ده هو يعني من باب يعني ما فيش حضرتك موضوع الضمير. المفروض الانسان يراقب الله في عمله وفي شغله ويتقي الله. يعني في فرق بين الطب حضرتك والفرق بين التغذيه. اخصائي التغذيه حاجه والطبيب هي حاجه ثانيه خالص، ولا انت شايف حضرتك كده؟ والله يا استاذ انور انت مداخلاتك دي اسعدتني جدا. انت راجل نادر. انا يعني حضرتك يعني جميع بص يا استاذ انور، جميع اخصائي التغذيه زمايل حضرتك اعتقد ان هم فاتحين عيادات. انا حضرتك انا كتير عرض علي ان افتح عياده حضرتك فعلا، لكن انا اللي يحكمني في تخصصي ضميري بقى. انا ممكن اتناقش مع حضرتك او معي طبيب افهم واعي ما يقوله، لكن انا لا استطيع ان اشخص حاله مريض. حرام يعني، الواحد المفروض انسان يتقي الله. يعني انا ادرس البلانت نباتات والاعشاب الطبيه واعني واعرف ما اقوله في تخصصي، لكن انا ما اقدرش افتي في الناحيه الطبيه للمريض. طب ايه رايك يا استاذ انور في صيدلي بيقول على القناه على احدى القنوات ان هو مش محتاج الطبيب في حاجه، ده هو المريض بيجي له متشخص، انا عندي كذا فانا امد ايدي واديله. ازاي حضرتك انا رحت لحضرتك وعندي مشكله طبيه ومعايا جميع التحاليل. وانا لو حضرتك كاخصائي تغذيه وراجل خريج يعني تغذيه ليا علوم ليا اكثر من 22 سنه، لو انا افهم في الناحيه الطبيه ما كنتش رحت لحضرتك. والله يا استاذ انور انا يعني ابارك لك هذا الضمير وربنا يبارك لك يا رب، واتمنى وانا رغم ان بعد اذن حضرتك وانا رغم ان انا احب تخصصي واحب دراستي، ولكن لم اجد ان انا يعني في يعني الصراحه ما فيش وجه تشابه بين الطبيب وبين اخصائي التغذيه. ده موضوع تاني يختلف تماما. الله يفتح عليك يا استاذ انور، الله يفتح عليك. شكر الله لك حسن المداخله، واسال الله العظيم ان يتم نعمه هذا الضمير عليك، شكر الله لك. استاذ ابراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم.
والله انا حضرتك بحاول اتصل بيك كتير، وكان نفسي اوصل لرقم التليفون او العياده حضرتك. انا اخش في الموضوع على طول، انا جسمي بيسخن من اقل مجهود. بيسخن بيسخن سخونه غير عاديه، بيسخن سخونه خارجيه. فكان الاول جزء الاول كان جسمي كله من اقل من اي ما اشتغل او اعمل حاجه، انا شغال كهربائي، فكان جسمي كله بيعرق. دلوقتي وجهي بس هو اللي بيعرق من غير اي حاجه، وشي بس بيعرق باستمرار، انما ايديا ورجليا وجسمي ده ما فيش عرق خالص. تمام. عملت تحاليل غدد، ابتدي ابذل مجهود الاقي سخونه جسمي سخن ومش قادر بقى خلاص، عايز اخش الحمام على طول عشان امال مش هطلعش عن طريق العرق دي، اطلعها عن طريق البول. مش قادر اتحرك بقى خالص، وافصل جسمي بيفصل نهائي. طب عملت تحليل غدد يا استاذ ابراهيم؟ والله انا عملت تحليل غده عرقيه بس. غده عرقيه؟ مش حاجه. طيب. ماشي يا فندم. اشكرك. انا استاذن حضرتك بس عايز التليفون او العياده. هيدي لحضرتك حالا، ما تقفلش، هو هيدي لحضرتك حالا. اشكرك، جزاك الله خيرا. استاذ اكمل. انا اللي اكمل يعني، حاضر. ام عبد الرحمن بتسال على سقوط الشعر. والله احنا قلناها الحلقه الماضيه مرتين يا ام عبد الرحمن، ولكن خلينا حاضر علشان خاطر حضرتك نعيده تاني، والاخوات اللي سالوا تاني نعيد تساقط الشعر، لان انا عايز اعمل حاجه مخصصه كده لتساقط الشعر عموما. زيت الجوجوبا وزيت المنك وزيت الجرجير وزيت الصبار. زيت الجوجوبا، زيت المنك، زيت الجرجير، وزيت الصبار، وزيت الحشيش. هذه الخمسة أنواع من الزيوت، هذه الخمسة أنواع من الزيوت نبتدي أن احنا نستخدمها للشعر، وليست العناية فقط للشعر عبارة عن زيت شعر. دي نقطة مهمة جدا، العناية بالشعر منظومة متكاملة وليس فقط استعمال زيت شعر. لازم ندور ازاي هنغزل الشعر بتاعنا، ازاي هنقوي بصيلة الشعر بتاعتنا، ازاي هنزيل الافرازات الدهنية اللي بتحدث من السبيشيس جلانس او الخلايا الدهنية اللي موجودة في فروة الرأس، ايضا ازاي ان انا هقدر اقوي الشعر نفسها. فهذه المنظومة تحتاج إلى مجموعة متكاملة من تغذية الشعر والعناية به والاهتمام به طبيا. طبعا الغذاء والفاكهة والماء والفيتامينات من الأشياء المهمة جدا، عدم وجود أنيميا من الأشياء المهمة جدا، شرب الماء بكثرة قلنا مهم جدا، استخدام هذه مجموعة الزيوت ديت، حمام زيت مرة أسبوعيا من الأشياء الطيبة جدا اللي بتجيب نتيجة حلوة قوي في هذا المنوال. زهر التليو، زهر التليو والميرامية والزعتر بكميات متساوية. زهر البابونينج، زهر التليو والبابونينج والميرامية، آسف، التليو والزعتر والميرامية، زهرة التليو والزعتر والميرامية بكميات متساوية، هنغليها ثم تستخدم في سبراي للشعر صباحا ومساء، من الأشياء أيضا الطيبة جدا بالنسبة للعناية للشعر. أستاذ أنور أخصائي أغذية، يعني أنا فعلا أحسده على هذا الضمير، أسأل الله العظيم أن يجعل دائما ضمير حي في قلوبنا. الراجل كان يقدر يفتح عيادة، وكان يقدر أن هو يتكلم في الأعشاب ويقدر يتكلم في العلاج، ولكن هو شايف أن من العقل ومن الدين أن كل له تخصصه. يعني هو ذكرني بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه، صنعتان لا غنى للناس عنهما، العلماء لأديانهم والأطباء لأبدانهم. يبقى ما ينفعش نلعب في الصناعتين دول، دول ليهم أهلهم وليهم ناسهم. ما ينفعش أن أنا أطلع أفتي، ما ينفعش أن حد من الشيوخ الأفاضل الأجلاء يطلع أن هو يعالج. الحاجتين دول بالذات على قول الإمام الشافعي، صنعتان لا غنى للناس عنهما، العلماء لأديانهم والأطباء لأبدانهم. الغريبة قوي إن هو قال الأطباء لأبدانهم، ما قالش الصيادلة لأبدانهم، ما قالش العشابين لأبدانهم، ما قالش خريج الزراعة لأبدانهم، ما قالش ما قالش ما قالش. يعني حتى فعلا من أيام الإمام الشافعي، يعني أقول إيه بس، ده من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الأطباء المسؤولين عن العلاج. ولكن هذه الأيام انقلبت الآية تماما. أشكرك يا أستاذ أنور على مدخلتك، وأسأل الله العظيم أن يبارك لك في مالك وأولادك وفي عمرك. أستاذ إبراهيم بيسأل سؤال، أن جسمه بيسخن خارجيا، لازم نعمل تحليل غدة درقية، ده مهم جدا، T3 و T4 و TSH، دول هيحددوا لي إيه الأخبار وليه بتحصل هذه السخونة. وأيضا ياريت لو نعمل دهون في الدم، الدهون اللي هي الثلاثية والكوليسترول.
نكمل مع بعض. قرار البدء في العلاج والتخسيس التائه في هذه النقطة، امتى هبدأ ان انا اقول عايز اعالج السمنة؟ لو هذا البند الاول وهو الاحساس بالسمنة ما كانش تايه، القرار التاني مش هيكون تايه، هبدأ في علاج السمنة مباشرة. في فرنسا حاجة غريبة قوي، تلاقي المريض او المريضة جاية لحضرتك وزنها 60 كيلو، وهناك مصيبة طبية حصلت ان هي زايدة 4 كيلو او 5 كيلو، لكن طبعا احنا اضربها في 10 عشان نبتدي ان احنا نتحرك. لا، البدء في العلاج او قرار البدء في العلاج ليه حاجتين مهمين جدا، توقيت هذا القرار وتوجيه هذا القرار. توقيت هذا القرار وتوجيه هذا القرار هنناقشهم لحضراتكم وهوضحهم بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. ام معاذ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قبل اي كلام انا بس عاوز اشكر حضرتك على النصيحه الغاليه. حضرتك دايما معودنا على رقي الاسلوب وعذوبه المستوى، وحضرتك فعلا ترقى بعقولنا، وحضرتك ده شيء نحسبه عند الله لحضرتك يعني، وبنشكر حضرتك عليه جدا. حضرتك فعلا عودتنا ان احنا نصغى ونسمع ونتعلم، فبشكر حضرتك جدا وارجو بس ان حضرتك تحتسب هذه الحلقه عند الله لانه يستفيد منها الكثير. دي حاجة. الحاجة التانية الحقيقة أنا عندي أسئلة كثيرة قوي قوي قوي، بس عشان وقت البرنامج هسأل منها. يا ريت تفضل. حاضر. أنا عندي ابني دايما بيشتكي من يعني من المنطقة اللي تحت صدره، تحت القفص الصدري من ناحية الشمال، ومن ناحية يعني من ناحية البطن ومن ناحية الظهر. دي نقطة. النقطة التانية عايز أعرف بكتيريا، أسفة، فكرة عن البكتيريا الحلزونية وإيه هو تأثيرها بالظبط؟ ايه هو ايه فندم؟ البكتيريا الحلزونية. البكتيريا الحلزونية؟ ايوة. وعاوز اعرف من فضل حضرتك، هل الكبدي سي معدي بالطرق العادية بتاعت الحياة اللي هي المأكل والمشرب واستخدام الحمام او ما الى ذلك؟ تمام، دي نقطة. ومن فضل حضرتك بس تديني ساعة صدر عشان بس انا عايز اقول لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بلسان حالك وبلسان حال كل مسلم ومسلمة عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ربنا سبحانه وتعالى قال إن كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس. وربنا سبحانه وتعالى النصر قريب، وارجو من اخواني واخواتي ضبط النفس، وارجو كمان ان هم يضعوا في الاعتبار ان كل قبطي محترم يحترم ديني ودين غيري من هذا الفعل براء، واحنا لا ناخذ يعني لا ناخذ بافعال السفهاء، ولكن عايز اقول حاجه، ان الدين الاسلام اذا حاربوه اشتد واذا تركوه امتد، والله سبحانه وتعالى لا يرهقه ولا يعجزه احد، والله سبحانه وتعالى لا يهمه من ارتد. وبعدين يعني وان تصبروا وتتقوا يعني فلا يضركم كيدهم شيئا. ومتشكره جدا من ساعه صدر حضرتك. شكرا الله لك. يعني واسال الله العظيم ان رب العرش ان يرزقك العلم والفهم. اللهم امين. ويجعل كل مجهودك لينا خالص لوجه الله تعالى ويتقبله منك خالص. اللهم امين. السلام عليكم. شكرا الله لك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو منى من القليوبيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور اسامه؟ اهلا بيك يا فندم. في بدايه كلامي احب اقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دكتور اسامه، زوج اختي مبتلى بالتدخين، نفسه يبطل التدخين. يعني هو عايز يبطل فعلا؟ هو فعلا عايز يبطل، وانا نصحته بالاستعانه بالله اولا. نعم بالله. والابتعاد عن مجالس التدخين، ثم نصيحة غالية من حضرتك، هو قاعد بيسمعني دلوقتي. حاضر. ياريت حضرتك تقول له وصفة أو نصيحة من حضرتك يعمل إيه بالظبط. يعني. حاضر يا فندم. وجزاك الله خيرا يا دكتور. شكرا الله لك يا أبو منى. الله يبارك. أم جنى من القليوبية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. لو سمحت بس يا دكتور، كنت عايزة حضرتك بس تقول لي على حاجة لتخسيس كرشي، عشان انا رحت للدكتور تابعت معاه وعملت ليزر على كرش دوت 4 مرات، واخدت الحقن بتاعت التخسيس مرتين وبرضه مفيش نتيجه. وزنك كام يا ام جنى؟ قرفه وكده ومش عامل معايا نتيجه برضه. وزنك كام يا اختي؟ وزني وزني 96. 96 واداكي؟ 96. اداكي جلسات ليزر؟ اخدتي جلسات ليزر يا ام جنى؟ اخدت 4 مرات. الجلسه بكام يا ام جنى؟ ب100 جنيه. الجلسه ب100.
وداكي حقن تخسيس؟ وداني حقن تخسيس. بكام الحقن يا ام جنى؟ ايوه. بكام يا اختي؟ ب 250 الحقن. خدت كام حقنه؟ خدت 2. طيب يا ستي اشكرك جزاك الله خيرا وشكر الله لك وهوضح لك كل حاجه حالا. اللهم امين يا رب. شكرا. نهى من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك انا سالت حضرتك على سؤالين من فتره وقلت ان حضرتك هتجاوبني عليهم. اتفضلي يا فندم. عندي شعري خفيف جدا من قدام. طيب ما انا لسه قايل تساقط الشعر يا مدام نهى. طيب عندي حاجه تانية. عندي اسمرار في ايديا الاثنين. عندك ايه يا فندم؟ اسمرار في ايديا الاثنين ورجليا. يا اختي الفاضله انت سمعتي الحلقه من الاول؟ نعم. سمعتي الحلقه من الاول؟ لا ما سمعتهاش. طيب هجاوب حضرتك يا اختي. حاضر. ماشي. ام يوسف من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. لو سمحت يا دكتور احنا قبل كده كنا سالنا عن عن اي حاجه غير الهارسيا. وحضرتك سالت انا عايز اسم نوع بالهارسيا. واحنا جبنا قبل رمضان جبنا اسم نوع بالهارسيا بس الورقه ضاعت مننا فممكن يعني كلنا وصف يعني جميع انواع بالهارسيا. حاضر يا ام يوسف ارد على حضرتك. وسؤال ثاني لو سمحت. اتفضلي. معايا اختي تعبانه راحت الدكتور فقال لها عندي تعب بطنها. عندك ايه يا فندم؟ اختي الكبيره عندها ايه؟ حبل ناري. ايه؟ حزام ناري. حزام ناري. حزام مع حزام ناري. الحزام الناري. فلو ممكن حضرتك تقول لنا بس على الوصفه. حاضر. حاضر لانها تعبانه قوي. حاضر يا ام يوسف. حاضر حاضر. شكر الله لك يا ستي. خلونا نجاوب. كان معانا ام معاذ شكر الله لها حسن الدعاء واسال الله العظيم ان يجعله في ميزان حسناتها ونتقبل منها. بتقول ان ابنها عنده تحت القفص الصدري من ناحيه الشمال الم من الامام ومن الخلف. ده غالبا يا ام معاذ بيبقى نوع من البرد اللي جاي في الغشاء البلوري للرئه وبيطول شويه وهتلاحظي حضرتك ان هو بيزيد مع النفس. لو اخذ نفس جامد هيزيد شويه. ده بيبقى جاي نتيجه دور برد لم يعالج صح فبيسيب لي التهاب بسيط في الغشاء البلوري بيطول شويه زي ما قلنا لان التغذيه الدمويه لهذا الغشاء البلوري قليل جدا وبالتالي بيطول الالتهاب معايا شويه. مجموعة الزيوت اللي احنا قلناها من قبل بالنسبة برضه هيسأل للروماتيزم والألام الركبتين زيت النعناع، زيت الكافور، زيت الخردل، زيت الجنزبيل وزيت الزيتون. هذه الخمسة أنواع بكميات متساوية وممكن أشيل زيت الزيتون وأحط زيت الثوم مكانه. هذه الخمسة أنواع بكميات متساوية وتستخدم دهان في هذا المكان صباحا ومساء بعد عمل كمادات سخنة على هذا المكان علشان أزود الدورة الدموية شوية. وأيضا بالنسبة فاصل وبالنسبة للعظام وبالنسبة للعمود الفقري بتجيب نتيجة طيبة. السؤال الثاني لأم معاذ العدوى في فيروس سي. بتسأل عن عدوى فيروس سي هل بتحدث عن طريق الأكل أو الشرب. عدوى فيروس سي حضراتكم لا تحدث إلا عن طريق الدم فقط. الدم فقط هو اللي بيحمل العدوى لفيروس سي. فمش عايز يعني برضو كلمة تانية بالنسبة لفيروس سي لأن طبعا على رأي يعني شخص كان عندي في العيادة من قريب بيقول لي جاي لحضرتك بأنفلونزا الشعب المصري. هي الكلمة صح ولكن أحزنتني بصراحة يعني انتشر جدا وابتدى يبقى منتشر قوي. أسأل الله العظيم العفو والعافية لجميع المؤمنين. فيروس سي ما بيخوفنيش قوي لو كان الكبد سليم معافى ومهمتي الطبية إن أنا أحافظ على هذا الكبد بهذه الصحة وبهذه المناعة وأرفع الجهاز المناعي للجسم وللكبد وبالتالي يستطيع أن يتغلب على فيروس سي. المشكلة مش كبيرة قوي زي ما كتير بيصوروها أو كتير مكالمة متذكرها الحلقة قبل الماضية أنا عندي فيروس سي ومستنية الموت. أبدا مفيش الكلام ده. المهم إن إحنا نجد الطريق السليم للحفاظ على الكبد ولرفع الكفاءة له والكفاءة المناعة العامة بالنسبة للجسم. أبو منة كان بيسأل على جوز أخته مبتلى بداء التدخين. أسأل الله العظيم له العفو والعافية من هذا الداء. لكل مدخن بيسمعني أولا التدخين أنا مش هقول أضراره لأن أضراره دي عايزة حلقات وحلقات ولكن يكفي أن هو يعني دار الإفتاء المصرية حرمته. يعني ده شيء محرم يعني ربنا يعافيك زيه زي الخمرة والعياذ بالله. صحيا مدمر بصورة لا تتخيلها.
فأنا مش هتكلم في النقطة دي، هتكلم على طريقة بسيطة قوي للإخلاع عن التدخين. هفترض أن هذا المدخن بيشرب علبة في اليوم، العلبة تقريبا فيها 20 سيجارة على ما أعرف، أنا كنت الأول أعرف أن هي 30، اتضح لي أن هي 20 سيجارة في العلبة. أنا اللي بيدخن 20 سيجارة في اليوم، ابدأ الأسبوع الأول شيل 5 من العلبة ديت، حطهم في درج من الأدراج عندك، كل يوم هتشيل 5، يبقى أنت ابتديت في أسبوع تنزل ل 15 سيجارة. الأسبوع التالي خد من اللي انت شايله ده 10 سجاير في اليوم، حطهم في علبة التدخين بتاعتك واشرب تاني لمدة أسبوع 10 سجاير. الأسبوع الثالث هنشرب 5 سجاير في اليوم. الأسبوع الرابع هتقلع تماما عن التدخين بمشيئة الله، بدون اللجوء لطبيب، بدون اللجوء إلى أي أدوية أو أي لسقات زي اللي احنا بنسمع عنها، اللصقة السحرية والكلام الفاضي الهجس الطبي دوت، ملوش أي فايدة طبية خالص. طريقة بسيطة جدا تستطيع أن أنت تقلع بها عن التدخين. هقول لحضرتك بقى الوصفة العشبية بتاعتنا، هي العرقسوس والبابونينج. العرقسوس والبابونينج بكميات متساوية هتخلط وتمضغ قبل ما تدخن السيجارة، تمضغ مضغ كده ثم تدفل قبل ما تدخن السيجارة، هتجد أن أنت فعلا في نتيجة طيبة قوي في كرهك للتدخين وفي إقلاعك عنه. أم جنى دي بقى يعني مكالمة لذيذة قوي، وزنها 96 كيلو، راحت لدكتور تخسيس فعمل لها حاجتين ما يتعملوش، الليزر 3 جلسات، الجلسة ب 100 جنيه، وحقن التخسيس الحقنة ب 250 ادالها حقنتين، يعني كده 300-550 جنيه وما نزلتش ولا كيلو. استحالة تنزلي ولا كيلو بالطريقتين دول في الوزن ده. الطريقتين دولت انا قلت المره اللي فاتت ان حقن التخسيس دي ننساها، وهم ملوش اي فايده، شركات طبيه بتشتغل بيه تكسب ومش اكتر من كده. الليزر ليه مريضه وليه ميعاده، مش 96 مريض وزنه 96 هشتغل معاه بالليزر، استحاله. طبعا ده من الشغل التجاري اللي احنا بنتكلم عنه كتير، وده غير متخصص تماما في هذا الموضوع، وده هو التخسيس التائه اللي انا بتكلم عليه، تائه عند هذا. وما اعتقدش ان هو طبيب على فكره، يعني ممكن يكون اخصائي خريج علاج طبيعي، او ممكن يكون خريج صيدله او تربيه رياضيه ايا كان، ولكن ما هوش طبيب، لان اعتقد ان لو كان طبيب كان هيراعي ضميره قوي المهني، وما ينفعش 96 كيلو استخدم معاه هذا الاسلوب من العلاج. ام جنى استاذن حضرتك تدخلي على الصفحه الرسميه للدكتور اسامه حجازي او الموقع الرسمي لقناه الرحمه، هنجد حلقه بعنوان الرجيم المثالي باختصار. خدي الرجيم الموجود، خدي الخطوات الموجوده، خدي الأعشاب اللي موجودة، هتنزلي كويس جدا في الأسبوع إن شاء الله 2 كيلو، على مدار شهر 8 كيلو هنجد نتيجة رائعة، في شهرين ممكن تبقي 80 كيلو بمشيئة الرحمن عز وجل. الأخت نهى بتقول سألتك سؤالين قبل كده وما ردتش عليا، وتساقط الشعر وأنا لسه قايله من شوية، اسمرار اليدين والقدمين هو نفس الاسمرار، نفس الوصفة اللي قلناها من قبل برضو من الحلقة قبل الماضية، مش لازم أرد على حضرتك بالاسم، يعني أنا ذكرت الوصفة عموما. اسمرار اليدين والقدمين، بنعمل زيت، بنعمل الجليسرين والفازلين بكميات متساوية، ويدهن منه صباحا ومساء، أيضا بنعجن النشا مع زيت الزيتون، وتستخدم كريم في منتصف اليوم، أيضا زيت الخروع من الأشياء المبيضة لليدين والقدمين. أم يوسف كان بتسألنا عن البلهارسيا ونسيت برضو نوع البلهارسيا. عموما يا أم يوسف أتمنى أن حضرتك تروحي للدكتور بطنة، أخصائي بطنة أو استشاري بطنة، في أقراص بنكتبها لمدة معينة بتنتهي هذه المشكلة تماما بدون الحيرة اللي حضرتك فيها. أختها عندها الحزام الناري، الحزام الناري ده عفاها الله وشفاها، وأسأل الله العظيم أن يعافي المؤمنين منه. بتحس أن في نار والعياذ بالله على الجلد في حول الوسط، عشان كده بنسميه حزام ناري، زي ما تكون متحزمة بحزام من نار والعياذ بالله. نبات الأطرج يغلى جيدا، نبات الأطرج يغلى جيدا، وهنستخدمه مس على هذه الأماكن 3 مرات يوميا. نبات الأطرج يغلى جيدا ويستخدم مس على هذه الأماكن 3 مرات يوميا. بعد المس هكون محضر زيت زيتون مع النشا، يعجن ويدهن هذه الأماكن ككريم بعد المس. دي من الأشياء الطيبة جدا في الحزام الناري. ما زلنا مع بعض في قرار البدء في العلاج، وقلنا فيه نقطتين مهمين جدا، توقيت هذا القرار وتوجيه هذا القرار. توقيت هذا القرار كل ما يبقى بدري كل ما يبقى النتيجة أفضل، والتخلص من هذا الوزن الزائد أفضل وأسرع.
دي نقطة مهمة جدا. وقلنا إن لم يكن هذا القرار متأخر إذن ما فيش تخسيس تائه، ولكن لو تأخر هذا القرار زي ما بقول أنا كان وزني 70 كيلو وبعد الجواز وبعد 5-6 سنين من الجواز وصل وزني ل 110، يعني في زيادة 40 كيلو، هو ده التأخر في قرار البدء في العلاج وهو ده التخسيس التائه في هذا البند. النقطة الثانية اللي مهمة جدا توجيه هذا القرار. توجيه هذا القرار يعني أنا نفسي أتكلم فيه باستفاضة شوية، ولكن مخرجنا الجميل بيقول فاضل خمس دقائق فقط، يعني إحنا ما لحقناش نقول حاجة يا أبو حميد، ولكن لله الأمر من قبل ومن بعد. خلينا نؤجل توجيه القرار، قرار البدء في العلاج إلى الحلقة القادمة، لأن أنا عايز أقول جرثومة المعدة كتير من حضراتكم سألونا عليها، الزعتر والبابونينج والإرفة والسيناميكي. زعتر، بابونينج، إرفة، سيناميكي، كل هذه الأشياء 50 جرام، يعني 5 معالق كبيرة من كل نوع، 5 معالق كبيرة من كل نوع، هتطحن جيدا، تطحن هذه الكميات جيدا، وتخلط مع ربع كيلو من عسل النحل، تخلط مع ربع كيلو من عسل النحل، وهنستخدم نص معلقة صغيرة قبل النوم، نص معلقة صغيرة قبل النوم يوميا لغاية ما تخلص الكمية، نحلل إن شاء الله هنجد نتيجة طيبة جدا. مع العسل دوت نفس الأعشاب بنفس الكميات تقريبا هتطحن جيدا، وهنستخدمها زي الشاي تشرب على الريق وقبل الأكل، زي الشاي معلقة من هذا الخليط، أقوله تاني سريعا، اللي هو الزعتر والبابونينج والإرفة والسيناميكي، هناخد معلقة من هذا الخليط ويشرب زي الشاي الكشري على ماء مغلي، ويشرب على الريق ويشرب قبل النوم في نفس المدة، ثم بعد كده نحلل إن شاء الله هنجد نتيجة طيبة في جرثومة المعدة. الوصفة الثانية سريعا قبل الوقت ما يخلص هي البهاق، ولو إن احنا قلناه كثيرا ولكن أسأل الله العظيم العفو والعافية لجميع من قد ابتلي به. حجر دم الأخوين، واتفقنا إن هذا المسمى نسبة إلى قابيل وهابيل، حجر دم الأخوين يسحق جيدا، هناخد الناعم منه ويعجن بخل التفاح، يعجن مع خل التفاح، ويستخدم دهان صباحا لمدة ساعتين مع التعرض للشمس. الوصفة التانية أو الخليط التاني اللي هنعمله مساء، بصلة كبيرة هتفرم جيدا، بصلة هتفرم جيدا، هيضاف عليها 3 ملاعق كبيرة من السليط و3 ملاعق كبيرة من بذور الفجل طبعا المطحونين جيدا، وكل هذه الكميات هتعجن مع عسل النحل لغاية ما يبقى عندي كريم متجانس القوام، هنستخدمه دهان مساء لمدة ساعتين، دهان مساء لمدة ساعتين، يبقى أنا عندي دهان صباحي وعندي دهان مسائي. الوصفة بقى اللي هتتاخد بالفم هي 50 جرام من الكركم، واحنا اتفقنا أن 50 جرام يعني 5 معالق كبيرة، 50 جرام من الكركم و100 جرام من الخلة البلدي، 100 جرام من الخلة البلدي، و50 جرام من بقلة الملك، 50 جرام من بقلة الملك أو اللي هي الرجلة بمعنى آخر البذور بتاعتها. كل هذه الكميات هناخد معلقة صغيرة من هذا الخليط صباحا ومساء، تأخذ من هذا الخليط معلقة صفوف صباحا ومساء. دي البهاق ووصفته وخطواته، أتمنى أن حضراتكم اللي سألونا عليه يكونوا متابعينا. طبعا معانا وصفات تانية ولكن الوقت دائما بيجري مع حضراتكم زي ما قلنا في بداية الحلقة، والله أتمنى أن أنا أفضل معاكم ساعة واثنين، ولكن الوقت دائما محسوب علينا. أسأل الله العظيم أن أكون قد أفدتكم ولو بشيء قليل، وأسأله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأسأله عز وجل أن يفطنكم إلى الاهتمام بصحتكم، فهي غالية غالية غالية، أغلى من أي شيء تتخيلونه. إعادة الحلقة بمشيئة الرحمن هتكون الساعة الثانية بعد منتصف الليل، في انتظار اتصالات حضراتكم على مدار الأسبوع، في انتظار رسائل حضراتكم أيضا طوال الأسبوع، وفي انتظار تواصلكم معنا على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي. إلى أن نلقاكم يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، أسألكم الدعاء وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.